المدرسه على سنه 2024 هتكون كل المدارس الفنيه مناهجها مطوره وممثلي سوق العمل بيمتحنوا الطلبه. طيب. فطبعا ده وضع تاني للتعليم الفني المصري. نعم. طب انا بستاذن حضرتك في حاجه دكتور مجاهد، اتفضل حضرتك عايز تضيف حاجه؟ مدارس التكنولوجيا التطبيقيه فين غيرت الصوره الذهنيه للتعليم الفني. هو ده اللي انا بيكونوا جايبين مجاميع اقل حاجه يعني 85% في الاعداديه لغايه 99%. أيوة. وجايين برغبتهم، فبالتالي ليه اولا ممكن يشتغل اول ما يتخرج. وممكن يلتحق بالجامعات التكنولوجيه اللي بتنشئها الدوله، والعدد بيزيد في الجامعات التكنولوجيه سنه بعد اخرى. طيب دكتور محمد، اعتقد كده انه التقديم هيكون، احنا بنتكلم في يوم 18 تقريبا للي خدوا الاعدادية خلاص مش كده؟ يعني طبعا احنا دلوقتي المدارس التكنولوجيا التطبيقية مغطية حاليا 15 مدرسة 15 محافظة. أيوة. فطبعا حسب الاعدادية اعلنت امتى، لكن في الايام اللي جاية دي يعني زي ما حضرتك يمكن في الاسبوعين اللي جايين الطلبة هيقدموا. طبعا في مدارس من المدارس اللي انشأناها في التكنولوجيا التطبيقية عليها اقبال الطلبة اللي بيقدموا، يعني زي مدارس ستيم كده يكون جايب 95%، لأنها مدارس مع شركات رائدة في مجال الاتصالات، في مجال تكنولوجيا المعلومات، في مجال الموبايل، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الفنون الرقمية، الألعاب الرقمية، كل ده تخصصات ما كانتش موجودة قبل كده. صحيح صحيح. عشان كده عايزة أوجه لحضرتك الدعوة تبقى حضرتك موجود معايا هنا على الهواء، لأنه لاحظنا حاجة على السوشيال ميديا، وأنا دي الحقيقة أسعدتني جدا. أولياء أمور كتير قوي يا دكتور محمد كاتبين على السوشيال ميديا إحنا ولادنا نجحوا في الإعدادية بمجاميع عالية جدا جدا، لكنهم رافضين يدخلوا ثانوي عام. إيه ترشيحاتكم؟ والناس بتسأل بعض. ده فرحني قوي انه نظرة المجتمع اختلفت لمسألة التعليم الفني، وانه الناس رايحة للسكة دي بناء على المجهود اللي حضراتكم عاملينه. فانا مهم جدا حضرتك تشرفني في حلقة نتكلم عن المدارس، نتكلم على الشروط علشان انا اتذكر طلعت مع حضرتك من سنتين ثلاثة. نعم. وكانت لسه المدارس دي ثلاث مدارس. نعم صحيح. وش البرنامج بتاع حضرتك خير علينا. الحمد لله. انا عشان كده بقول لحضرتك انا فرحت قوي انه الناس بتسال، فمهم قوي حضرتك استاذنك تبقى معانا على الهواء. ان شاء الله يشرفك. ان شاء الله نظبط مع حضرتك ميعاد يكون مناسب ليك. بشكرك دكتور محمد مجاهد.